بون يا جماعة، شفت شوية أسئلة باش نجاوب، نحب نجاوب لهنا. اللي عنده أسئلة يجيني طوي، باهي لقيت يجيني طوي. اللي عنده أسئلة يقول. أيوب تمام، استنى فيكم اللي يحب يسألني أو لهنا، راني بحداكم على لي بروسيدور. اللي يحب حاجة يحب يسألني مرحبا، على الأسوام على حاجات هكا مرحبا، ميسيرش نعاون. يا أيوب يا أيوب، يا وينك يا أيوب؟ ايا وينكم وين كومنتاتكم؟ فما حد في الشارع يحوص تورج فارغ جملة الشارع. وباردة باردة مش نورمالي، ودي حال الشوفاج يا معلم. خرجت من تونس نلقاها 45، جيت لنا مت بالبرد. تعرفش معناتها مت بالبرد؟ هبطت ساعة في اليوم، شو نقول لكم؟ راهو الطقس راهو بارد 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 بالضبط، تعرف كيف بارد بالضبط. ايا وينكم عاد؟ باهي يا خويا ايوب، باهي. الفاك اللي تقبلت فيها انا ايتاتيك، قدمت على الكومبيس فرانس. باهي تقبلت، الحقيقة تقبلت في 6 فاكولتيات ايتاتيك، معناتها تقبلت في اكسون بروفونس و ديجون هذه اللي انا فيها تو. وينكم 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 منتهياتكم؟ تقبلت زادة في بون شوي بواتيي، تقبلت زادة في نانسي، نسيت زوز الاخرين انا هم حون توكا. باه كيفاش قدمت انا؟ بديت لي بروسيدور، بديتهم من عم ناوي. لي بروسيدور بديتهم بالضبط، حاسينهم من عم ناوي. عم ناوي لقيت هذا، انا واحد صاحبي ان شاء الله ربي سهل له، هو ديجا قدم الفيزا ان شاء الله يا رب تحلها له في وجهه. ديناها مع بعضنا. به بالنسبة لي هو بالنسبة لي هو مازال لا محال. بالنسبة لي انا كيفاش عملت؟ خديت الاوراق نتاعي نتاع من الباك، لي ريلوفي دو نوت من الباك خديتهم. وترجمتهم الكل، هزيتهم عند واحد هذا مترجم محلف، معناتها مع شو اسمه، معناتها معترف به في القنصلية بتاع فرنسا. به أكاهو صبيت أوراقي، عم سكانيتهم حطيتهم على الكونت هذاك بتاع كوبيس فرنسا. من بعد بعثت لفاكولتي وبقيت نستنى. اخترت 7 فاكولتيات وبقيت نستنى.
اكسبتوني منهم خمسة من السبعة هذوكم، وفما واحدة كونتاكتيتها ديريكتومون اكسبتتني هي بيدها. باه بعد ما اكسبتوني هذوكم اخترت ديجون، خاطر ديجون رخيصة معناتها بالحق، معناتها بلاصة معناتها المعيشة فيها باهية. ديجا اليوم مشيت ومعبية بالعرب برجولية، بون مش برشا برشا عرب، مثلا بالنسبة لي أنا علاش أنا قلت معبية بالعرب، خاطر الدار اللي نسكن فيها أنا توا تحت جامعة، فهمتوني؟ دونك هيك اللي ديكوت فيها عرب معناتها، ورخيصة بالنسبة لواحد يخلص مثلا باللورو رخيصة. بون بالنسبة لواحد دارهم يبعثوله بالدينار راهي باش تجي غالي، ما تكسروش مخاخك، دونك ديكو يلزم لهنا طرف خدمة. به در وينكم وينكم منتهياتكم. به باك شنو قديش مويه؟ به باك مات، انا باك مات موياني ما كانتش هي، معناتها نجحت ب 10 43 ديجا، ومشيت عملت بعد الباك عملت ميوزيك، خاطر نحب الميوزيك، انا فريمون نحب الميوزيك معناتها، عملت قريت ميوزيك في الانستيتيو سوبيريور بتاع تونس كاو، وجيت لنا باش نقرا ميوزيكولوجي في ديجون، باش نقرا ميوزيكولوجي كاو. ديكو معناتها يلزم معناتها تقعد تستنى لي ريبونس تاع لي فاكولتي، سوفي ما نعرفش انا قبلتك واحده وعاجبتك لي سي بون، معناتها لقيتها اوكي وعاجبتك وجوها باهي، تحطها هي تفاليديها، ومن بعد ندخلوا فك المعامعة بتاع الفيزا بتاع الكونت بلوكي. بون كان عندك شكون يعمل لك بريزون شارج باش يتيح لك الشطر الكونت بلوكي، لوجمون قبلت حاجة في فرنسا، اللوجمون بليدة ديجا، ما عندكم حتى فكرة بليدة، مش نسكر فيها في وجوهكم ولا حاجة، فما تنجموا حتى تتعاملوا مع ستودلي باهي، فهمتوني؟ ننصحكم ونعاود ننصحكم، ردوا بالكم لي دي فرانس، برشا فيكم باش يمشيو لي دي فرانس يا ولادي فيقوا، ردوا بالكم راهم انا واحد من الناس. برشا سالوني كيفاش تحايلوا عليك لي دي فرانس، كيفاش تحايلوا عليك، خاطر ديجا هبطت برشا، قلت لهم راهم متحايلين لي دي فرانس، ردوا بالكم فيقوا، ردوا انا راني هاك معاهم، راني في فرنسا وراني خديت الفيزا نتاعي، وراني لنا ما عملوا لي حتى شيء، وحدي كله تصرفته وحدي، اللي يحب لي زيتاب يتبع ايتاب بار ايتاب لين يخلط، راهم ما مش صعاب، مش لك الدرجة صعاب وكذا، ابعدوا على كل لي زاجونس راهم ياخذوا كيكا، مش الكلهم مي راهم حتى كان ما مش متحايلين مش ياخذ لك فلوسك، اما لي دي فرانس هاني نقولكم راهم باش يمرضوك، عملوا لي انا هكاك كاو. من بعد عاد نكمل لكم، من بعد بالنسبة للوحدة للفيزا تستحق اللي يلزمك اللوجمون، يلزمك يا عندك شكون يبدا لهنا في فرنسا بعد الفاك نتاعك جست يعمل لك ورقه، يا تدبر شكون، انا لما حاله دبرت شكون عمل لي كتب لي ورقه يرحم والديكم والديه، معناتها كتب لي ورقه اللي هو باش سكنني عنده، ولا لا سكنني لحد شيء من بعد بيان سور، واحد تصرف شاف اموره شاف ثنيته كاو، كريت لهنا في فويي بريفي، ما هوش طيارة برشا، مسيرش كنت تحب نوريكم مش لك الدرجة طيارة ياسر، مي سافا بون هكا مفرعس شوية، مازلت كي خلطت اليوم ولا غلط تشوفوا فرش هذايا مفرعس شوية الدنيا طاولة لا غالب متاخدوش عليا الدنيا مفرعسة، فريجدير أو دخان تونسي هذاك لا غالب غالي لأن جبت معاي. بون بنان هكا واحد جاز هذاك فريجيدير هذايا كالمارلو هكا تصير حط فيه سبالة هذايا انترفون كذا تبع اون ريزيدونس هذايا كريت فيها شيكم تواليت هذو ما هم
به صافي سي بون، هكا تسمع فيا خير. به قديش الكرا عايشك اللي وريتها لكم الوحده هذه الاستوديو اللي وريته لكم 450 اورو تكلف لي، مي معناتها عندك راهو الحق باش يرجعوا لك مادام كيتيديون، يرجعوا لك الكاف هذه تعمل دوموند اللي هي تعاونك بالنسبه للي دو لوجمون، يرجعوا لك يعني يرجعوا لك ما نعرفش بالضبط قديش، المهم ما تخلصش 450. ما توصلش تخلصها 450. اللي عنده سؤال اللي يحبني يعاونه في بروسيدور في حاجه يقول لي وكاو بارده لما حاله، قلت لكم ديجا بارده بالقدا بالقدا بالنسبه لي انا، باردة يا خويا باردة بارابور لتونس، باردة بالضبط والله قبيليك حليت الشل واحد شوفاج والله جرست بالضبط جرست زيد ما في نص يدنا بانك في نص يد جرست باردة ديجون ما جاي في النور حتى اليوم، كي هبطت من تونس خليتها 45 خلطت الغادي 18 كونسيت اللي عنده سؤال يسألني يا جماعة ما يسألش أنا بحداكم. وزيد للحاجة يمكن هكا اللي بالنسبة لنا احنا كتوانسة لنا هكا بون حسيتها اللي هي عرفتك اللي كل حد على روحه، ما يكلمك حد ما يعبرك حد، تحسها كمان تونسي راك خويا لازمك. معلم وينك صفا، لبس باهي ياسين قاسم 180 اتيديون سنة بالنسبة للكاف. والله يا خويا ياسين ما عنديش فكرة الحقيقة، اللي نعرف كونه حكيت مع معناتها الكرالي بتاع الريزيدونس قال لي عندك الحق تقدم للكاف، وذاك اللي قال لي وكاو ديكو ما عنديش فكرة اللي فكرة كبيرة يعني. اون فيت هما راهم معناتها تنجم مادام كيتيديون هذي اللي نعرفه انا، مادام تنجم معناتها تقدم لها شو اسمه لي دو لوجمون. اللي عنده سؤال حاجة يقول لي.
الجماعة بالنسبة للجماعة إن شاء الله اللي ربي يسهل لهم في الفيزا، أنا أنصحكم الحاجات اللي تجيبوهم معاكم، جيبوا معاكم دوسكي هريسة وكل حكاية هذوكم، برجولية تستحقوهم، وزيت زيتونة وكل عفاس هذوكم تستحقوهم. لبسة ما ننصحكمش، مثلا لبسة ما تجيبش برشا لبسة، خاطر عليش، خاطر رام رخاص لهنا بالحق رخاص. مثلا ما نعملش ني عارف، انا خذيت زوز مراول، زوز مراول كيما هكا، بو مش لاكوست هكايا كيما هكا، معناتها ماركة عادية، خذيتهم زوز مراول نص ب4 أورو، معناتها فريمون بلاش فلوس يعني. في تونس ما تشريهمش. صبابط زاد كيف كيف، تلقى سبيدري سبيدري، نحكي لك تلقاه بنفورو، معناتها شفت انا اللوطة لهنا في ديجون بنفورو، معناتها اللي هي حتى في تونس يا معلم اقل حاجة بضحكي من 70، فهمتوني؟ معناتها ما تخوفش الحكاية، ما تجيبوش برشا حوايج، ننصحكم ما تجيبوش برشا حوايج معاكم، جيبوا اللازم في اللازم. كل حكايتك البسيسة وكل عفسة هذوكم جيبوهم، هذه نحكي للجماعة اللي ان شاء الله باش يقدموا على الفيزا، جيبوهم راكم مش تستحقوهم على الاخر لهنا. شنو هو الاخر؟ هذوكم هما، هذوكم هما. هيا وينكم، وينكم منتجاتكم، هيا وينكم. شكون اللي عنده سؤال؟ بجاه ربي شكون اللي عنده سؤال؟ بالنسبة زاد لصحابي اللي سألوني، قالوا لي يا أخي أنت في مونبيليي تقرب، بو مش في مونبيليي، جيت مشيت بحدا صاحبي، قعدت بحدا صاحبي شوية في مونبيليي وكاهو، معناتها جوست 3 أيام قعدتهم بحدا صاحبي وجيت لنا لديجون. وبربي اللي يحب معناتها على حكاية لي بروسيدور وكذا أنا معاه، معناتها يسألني حتى بريفي ما يقلقنيش، عندي حتى مزية نهال جوست، معناتها أنا بدي كيكة من الأول كنت معناتها صدقوني والله والله نحكي لكم، معناتها جوست معناتها بوغ معناتها الموتيفاسيون وكاهو، معناتها عمناه معناتها كي صاحبي اللي حكيت لكم قال لي يا سيف معناتها نتوكل على ربي وكذا وتشوفوا فرنسا، ما كانش في مخي اللي انا باش نخلط، معناتها ما عملت ليش حساب جملة الحكاية وكذا. ننصحكم ايتاب بار ايتاب، بديتها بالحق ران، ايتاب بار ايتاب بديتها نتبع ايتاب بار ايتاب، بشوية 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 ونصيحة اخرى، نصيحة أخرى من عندي أنا، اللي باش يجي من الأول يبدأ يحكي، يقول مثلا يقول تو باش نمشي لفرنسا كونت بلوكي وقداش يلزمها كونت بلوكي، ننصحو يسيب عليه من الأول، خاطر راهي فرنسا، إجا نفسرلكم الموضوع، راهي فرنسا مش عندك إياتهم، عندهم برشا فلوس وما نجموش يخرجوا راهم، أنا نعطيك من الآخر يعني. ما نجموش يخرجوا لها فرنسا، علاش؟ خاطر راهو ما تخرج الا ما تاخذ الاكسبتاسيون بتاع الفاكولتي، وما هيش سهله راهي الاكسبتاسيون بتاع الفاكولتي، برشا ماشي في بالهم السلام عليكم هاي باش تاكسبتيك فاكولتي عندك الفلوس دونك كاكاو. انا نعرف شكون قال لي يا اخي شنو هي، انا هي شنو هي فرنسا 30 مليون نمدهم الكومبيس فرنسا ونخرج، قلت له مش هكاك الحكايه، دونك لو تتبع ايتاب بار ايتاب، ننصحكم نصيحه تمشي ايتاب بار ايتاب، ايتاب بار ايتاب، ما تبديش تنجز معناتها تقول هاي كونت بلوكي، كونت بلوكي هذاك في الاخر بالكل، في الاخر في 80% تاع الخدمة الكل، ابدا من الاول ترجم اوراقك، ابدا حضر باسبورك، ابدا اختار لي فاكولتي، حضر روحك للونتروتيان، حضر التسييف نتاعك، يلزمك راك تقرا تعدي التسييف نتاع الفرنسي، حضر هذوما الكل، من بعد كي تقبلك فاك وقتها تنحكيو على حكاية الفلوس، وفما راهو فما تنجم يقول لك منين عندي انا 25 مليون ولا جي دي نامبورت كوا قداش، نجم تتيح لك الشطر، راهو انت تنجم تتيح لك الشطر، شكون يعمل لك بريزون شارج تتيح لك الشطر، و
ويا حبة ذاك انا كشكولي باش يعمل لك بريزون شارج يا ابن عنده دار قريبه من الفاكولتي يعمل لك بريزون شارج توتال يسلكت ما تدفع حتى فرنك كنت بلوكي حاجه خفيفه تهز معاك وتحول طرف فلوس على الباسبور وفات الحكايه فهمتوني به خونا ياسين جاس مسألني قال لي كيفاش لقيت كراء انا عندي شهر ونص لوج ما لقيتش باهي باهي كيفاش لقيت كراء باهي خويا الكراء هاو كيفاش صار عندي شكون معناتها من العائله من بعيد بون لوج لي شويه ما لقيناش اش قال لي قال لي برمش وكذا لقيت الريزيدونس هذه كلمتهم قلت لهم انا جيت ان اتيديون تونيزيان كذا وكذا وكذا قال قالوا لي لازم الكارون كلمته هو لاباس معناتها لهنا اموره مريقله في فرنسا جاوا به يخدم كذا قال لي نعمل لك انا كارون هكا كونتاكتيتهم وتفاهمنا باش نعمل ليتا دو ليو عندهم هذه حكايه ليتا دو ليو اليوم جاني واحد بون الحقيقه ما ارتحتلوش 100% ما عرفش معناتها فرانشمون اللي بيثبت وكذا ثبت في ال ثبت في كل شيء في البريزات في كل شيء معناتها خاطر من بعد وديجا قال هادي تحسوا هكا ضربوا في روحه شويه السيد اللي حكي لكم عليه فرنساوي هو ما ارتحتلوش ان توكا ثبت في كل شيء من بعد لازمك ترجع له الدار لازمك ترجع حاله كي تجي خارج كيما خديتها من عنده يعني مثلا شفت زليزه الدق قلت له محاله مش زليزه انا لهنا تاكم تشوفوا واحد بارتير الاكثر الاقل يلزم كل شيء نظيف يرجع للدار ما فيهاش لعب بعدها يلزمك كي ترجع له كل شيء ترجع له نظيف في دار كيما خليها لك بالضبط هي شنو اللي تدليو يعملوها باش يثبت معناتها باش يشوف اسكو انت كيما نقولوا نحنا باش كيما راني كيما سلمتك هذه ترجع حالي هك الاكثر لا اقل بون بالنسبه للجماعه زاد اللي ان شاء الله اللي قدموا الفيزا ان شاء الله ربي سهل لهم راهو من بعد كي تخلط لنا فما راهو دي بروسيدور اخرين باش يبدا في بالكم بون مازلت ما قديتهمش مي لازمك تحل الكونت في البنك ولهنا كل شيء بالكارت بلو يلزمك عندك الكارت بلو كل شيء ياخذ لك بالكارت بلو كل شيء ياخذ بالكارت بلو ويسأل الواحد ديما ديما يسأل ننصحكم ديما حتى اللي حتى معناتها ان شاء الله اللي باش ياخذوا فيزا ننصحكم تقعوا ما تخلط راه انا هاو نحكي لكم شنو اللي صار لي بالضبط ما قلت لكم معناتها عمري ما سافرت قبل اول مره نسافر في حياتي كي جيت لهنا لفرنسا كهبطت في اليوم ما فهمت شيء هبطت خرجت من المطار هز معايا برشا دبش كمانجتي فوق ظهري وكذا وهز برشا نحكي لكم راهو فوق هز معايا 60 كيلو من الاخر برشا معناتها برشا بقاش ما فهمني فاهم شيء ما كذا خرجت نسال منا بون يرحم والديه صاحبي جاني وعاونني مشيت في البون من ليون مونبلييه عاوني فسر لي كذا منا واش تعمل كهو معناتها فهمتني بالعمل هنا راك تستحق للوحده للكارت بلو لازم على الاخر مترو باش تطلع لازم لك الكارت بلو كل شيء لهدا يتعاملوا بالكارت الاكثر حتى الريزيدونس كي باش يقصوا عليا معناتها الشر قالوا لي بالكارت بلو حكايه الانترنت زاد اللي مثلا يمكن يسالني على الانترنت كيفاش بون فما وحده قال بيس خذيتها فري هذيا ليميتي تتكلم قد ما تحب ليميتي وميساجات ليميتي وانترنت فيها 50 جيجا بويتورو ويتكالك حسيت عملتها والله يا الياس انا عم قصيت على ترونزافيا من الاول متفاهم معاهم على 50 كيلو باجاج نصوت و 10 كيلو باجاج ما من الاول متفاهمين هك ما بون جات قد معناتها ما جاتش زايده برشا كي جات قد
تشوفوا غير التعب وبارد الطقس يجيب النوم كاو. فماشي يا أسئلة يا ولادي، يا ولادي اعطيونا الأسئلة يديكم، نتشحتوا على الأسئلة ولين. وننصحكم كي باش تسافروا، انا ننصحكم تعاملوا مع ترانزافيا، راهي طياره برشا، فريمون راهي طياره وبسيرفيس منظف، سايب عليكم التونسير، راهي خايبه خايبه على الاخر، صحابي مشاو الغلاو الكواو خايبه ماهيش باهي. ننصحكم تعاملوا مع شو اسمه مع ترانزافيا، ترانزافيا جو باهي منظمه رجلو جو باهي على الاخر. سؤال يا جماعة، شكون يحب يسألني؟ يا ريت قبيل يا جماعة سألوني هكا شوية أسئلة. بون قي التعنون توا برجولية، قيت به التعنون به هنت فرشيشي به. قتلي شنية لي كونديسيون باش تتقبل في أي فاكولتي الغادي؟ به لي كونديسيون، به لي كونديسيون، يلزمك تكون معناتها كيفاش نقولك، مش الفايده تجيب يكون معدلك قوي وكذا وكذا. اللي نعرفه انا بالنسبه لدوميني انا معناتها ميوزيك، خاطر انا عامل ميوزيك بعد الباك، معناتها يلزمك من الاخر تختار لي فاكولتي بعاد بعاد على لي جران فيل، من الاخر من الاخر، مش معناتها كيما نقولوا نحن، مش تختار كل فاكولتي كل الكبار كيما السوربون وكيما كذا، دوكم بيان سور باش يكونوا سيليكتيف على الاخر، اختار لبعاد كيف انا يعني مثلا اخترت ديجون وميزيكولوجي كعبتين وكعبه يمشيولها، فهمتني؟ معناتها مش برشا من الناس يمشيولها، اختار لي فاكولتي اللي في البلايص لبعاد، مثلا اكس مثلا ليل مثلا، فهمتني؟ تختار شكل بلايصك القويين والغاليين، فهمتني؟ ابعدك به ملك، به قتلي انا نستنى في ريبونس، ان شاء الله ربي يسهلك يا ملك، ان شاء الله ربي يحلها في وجهك ويسهلك. به انترفال بري دو لوجمون، به يا ملك بالنسبه لديجون هنا بين 350 ل 450، تنجم تلقى اقل، تنجم تلقى 250. انا واحد من الناس عملت على هذه اللي قلت لكم ريزيدونس، خاطر اقرب حل معناتها هي الوحيده اللي تنجم تقول لقيتها، ان شاء الله من بعد كان لقيت كولوكاسيون لقيت حاجه ما فماش علاش واحد باش يكمل يقعد.
بالنسبة اللي باش يجيو ان شاء الله زادة لهنا يشوفوا يحضروا معناتها اوراقهم معاهم، خاطر ربش تستحقهم الاوراق اللي راكش تستحقهم باش تمشي تعمل الكونت بونكير وك الجو هذاك زادة باش تستحقهم. بيان سور قلت لي زاد الانترفال نتاع البري دو لوجمون، بيان سور من بلاد لبلاد البلاد يتبدل، بيان سور مش كيما مثلا ديجون، مش كيما باري، مش كيما مونبيليي، مش كيما مارسي، مش كيف كيف بعاد شيء بعيد على بعضه. باري كيما اللي عندي هذه اللي ساكن فيها اقل حاجه اقل حاجه نتصور ما نعرفش بون ما نتصور ابدا احكي من 800 وانتي ماشي من الاخر. مونبيلي هذه في زون 500 600 جو هذاك معناتها ما نعرفش. فهمتي انت والبلاصه من الاخر، انت والبلاصه ما بلايص رخاص كيما هذه ديجون رخيصه مقبول ياسر العيشه فيه. ما فهمتكش يا مالك، منك ريبونس على كيستيون. ان شاء الله ربي يسهل، ان شاء الله ربي يسهل لك، هو ما ان شاء الله ربي يحلها في وجهك، وان شاء الله ربي يسهل لك، وان شاء الله ربي يسهل لكم الناس الكل. فرنسا ياسر مزيانه، ديما نعاود نرجع لكم فيكم اللي سافر قبل بلايص اخرى شاف يقول فرنسا ما جات شيء. بالنسبه لي انا نحكي لكم هذا اللي ريته انا، بلاد ياسر نظيفه، بلاد ياسر مزيانه على الاخر، لا مجال حرام اصلا كان باش تقارن بتونس من الاخر، حتى يكون انظف بلاصه عندنا درا شنو كارتاج ما عرفش فين، ما تجيش كيما ازبل شارع لهنا، بلاد هكا تعمل وسخة ربي ما فماش. اللي ريتو انا نظيفه ياسر، ان شاء الله ربي يسهل لكم. بون باش تجيك راهي من الاول ماهيش سهله، انا توا نحكي لكم صحيح هاك تشوف معناتها هكا نحكي وكذا، خاطر وحدك باش تلقى روحك راك وحدك، مي من بعد تتأقلم برشا قالوا هالي وتلقى ربنا. بالنسبة لي أنا مثلا تحتي أنا تحت الدار فما جامع، تحت الدار بالضبط نلقى جامع، مشيت نلقى رب، نلقى فيها رب، فيه توانسة، فيها فارقة، فيه فهمتني ولا فما دونك ما تحيرش. إن شاء الله ربي يسهل لكم الناس الكل، أنا ما نقول حد شيء. أسئلتكم وين كومنتاتكم؟ أنا من تاني ارجعني ميرسي. عايش خويا يا يوسف، ربي يبارك لك يا خويا ويرحم والديك، وان شاء الله ربي يسهل لك. انت بيتك زاده ناوي معناتها باش تخرج وكذا، ان شاء الله ربي يسهل لكم. نعرف صعيب على برشا من الناس، انا بدي عام كامل، انا البروسيدور عام كامل، برشا ستريس برشا عن الحقيقه. ما ارتحت لما نهار تاخذت الفيزا الحقيقه، باش نقول لكم من الاخر نعرف ستريسونت الحكايه وعصب ومن 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 ومن
اما يحلها ربي في الاخر، يحلها ربي. هاني قلت لكم ما كنتش عارف روحي باش نخرج، انا ما توقعتش. بعد سهلها ربي، ربي سبحانه يبعث لك رزقك ويسهل لك ويعطيك من الاخر يعني. ما تعرفش عليه، تعمل لي بروسيدور نتاعك. نعرف برشا انا، نقول لهم وكذا نشجع فيهم يا ولدي، هيا مع بعضنا هيا. ليه هما كونت بلوكي؟ هما كونت يا ولدي، يا ولدي طيب حلها ربي. تشوف نجم، راه نجم اي واحد يعمل لك بريزون شارج يا ولدي، توكل على ربي. ليه هما كونت بلوكي؟ اش لازم؟ نعرف هي لازم واحد زاده كان ما يقدرش وما بالحق، اما يحلها ربي. نعرف شكون انا جاي لهنا، عم فما شكون عمل له اتستاسيون دو بريزون شارج توتال، البريزون شارج فينونسيير، وقال كمل دبر الوحده تاع لوجمون تاع عام كامل، جاب معاه كل شي فلوس على الباسبور وطلع. معناتها توا الحمد لله قد تروح، وفي باريس زاده يحلها ربي، ديما يحلها ربي. راه زيد هاي كيفاش فماشي اسئله اخرين. وينكم وين كومنتاتكم وين؟ سدالة بيك صافا وينك؟ يا جماعة فماشي أسئلة بربي، فماشي أسئلة بالله أمان، فماشي أسئلة بربي بالله، فماشي أسئلة. نستنى في أسئلتكم، راني قبيلة نستنى في أسئلتكم. اللي يحبني نعاونه مادامني فاضي اليوم نعاون، اسألوني ميساج. طول حياتي باكي لك إن أنا عايزك، إني بحبك، إن أنا جنبك، أيوة أنا شايف عمري ما هبعد وهات حبي للسرير يبدأ، مش متأكد ليه متعمد تخلق لي مشاكل ملهاش آخر وباب، وأنا يعني لازم أحلل بيك خليها عليك صفي النيل، لم شريني زي أشريك ريح بتريح ساسك بيه، ده الحب عمره ما كان يتقاس علي أساس إلا الخلاص الاشتياق الحنين. وينكم يا جماعة؟ هاي بيه اسمع كهو، دول لي بتحبوش تسألوني مش مشكلة. نجم ملك، نجم نعمل ستاج أما 2020 تفرج.
باه حكاية لي ستاج والله يكون يدي الحقيقة يعني اسأل الكمبيوس، تمشي الكمبيوس فرنسا اسألهم، خاطر والله لا عندي حتى فكرة على حكاية لي ستاج بالحق، معناتها ما نعرفش. بالحق يعني ما نعرفش، تمشي كومبيس فرانس لهم ولا اسال كيف فما شكون معناتها يعرف، نعرف لي فاكولتي شنو ما بين بون ما نعرفش الاستاج الحقيقه ما نعرفش، ما عنديش فكره كبيره. كل اللي في الدنيا مصيره الى الفناء الا الكلام به. قديش قعدوا بجاوبوك التالس به عبد النور به التالس صبيت نهار التلاث لترونت لترونت جوي صبيت نهار التلاث لترونت جوي صبيت جاوبوني لو سيس لو سانك قالوا لي راي الدموند تاعك سايي الكونسولا عطات الريبونس ولو سيس جاوبوني كل اللي في الدنيا مصيره الفناء إلا الكلام الطيب يبقى صدى هذا الوقت طب قايد برجو لينا فيديو قايد عليه توا نص الليل غير الدرج لهنا قايد تهروب لا لا عبد النور لا مش على الكروز لوجمون اعتقد une résidence à Malte à une résidence تابع une résidence à Malte به وسام به خليفة وسام نعرف اور سوجي مي فماش بوسيبيليتي انك تعرف حاجة على فيزا ترافال والله ايش باش نقولك خويا وسام الحق حق معناتها ما عندي حتى فكرة الحقيقة ما معناتها اوكين ايدي حكاية فيزا دو ترافاي ما نعرفش ما نعرفش شنو هو في بالي يعمل دي كونترا ما نعرفش ما عندي حتى فكرة ما نحكي لكم راني ما عنديش عندي جيت لفرنسا معناتها 3 اللي فات ما عنديش هكا فكرة كبيرة كبيرة يعني جست عندي فكرة في حكاية السوجي بتاع بالنسبة اللي يحبوا يطلعوا يقراوا ديزيتيديون الأكثر الأقل الكلمة تبني وما تهدم تشفي وما تقلل نور الطريق الخير للإنسان
الكلمة يا ما تريد أنا غيرت منها مدام بإحساس الكلمة. أي يا جماعة قلكم بونوي اللي باش يستحقني كذا كلمني انت في البريفي نحكي وما تقلقنيش برك هاني قلت لكم الله غالب شوية كهو بيلت وباقي ما زلت كلي جديد جاي مانيش فاهم روحي مانيش مستاري روحي بالكدا ديجا اكوريكم حتى في الوحدة في الدار ان شاء الله ربي يسهل للي معناتها اللي جاي وان شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل. اي قلكم بونوي بونوي بونوي.